قبل عام من الآن وعلى بعد دقائق حيث أقف في واحدة من ضواحي إسطنبول، دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده عشان يخلص أوراق زي أي مواطن مستأمن. لكن بعد مرور ساعات من دخوله إلى القنصلية في إسطنبول لم يخرج جمال حتى الآن، عشان يرتكب ضده واحدة من أبشع الجرائم التي تم ارتكابها خلال السنوات اللي فاتت. تم اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بدم بارد، ثم تم تقطيع جثته والتمثيل بها وإخفائها عن المعالم حتى الآن. النهاردة بتحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي ودعه الآلاف والملايين في العالم بالدموع الحارة. ودعوا جمال خاشقجي وشهد العالم كله بنزاهة هذا الرجل. هذه القضية اللي هزت أرجاء العالم كله وتضامن معها الملايين في العالم الحر بسبب الجريمة البشعة التي تعرض لها الصحافي والكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي. لكن قبل ما نتكلم عن رد الفعل العالمي، خصوصا والنهاردة بتحل الذكرى الأولى لرحيل جمال خاشقجي، خليني أفكركم من هو جمال خاشقجي ولماذا تم اغتيال جمال خاشقجي، وما هي الصفة التي يتمتع بها جمال خاشقجي، ولماذا خاف منه النظام السعودي وعلى رأسهم بطبيعة الحال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. جمال خاشقجي هو صحفي سعودي ولد 1958 في المدينة المنورة، درس الصحافة والإعلام في أمريكا. جمال خاشقجي أيضا بدأ حياته المهنية كمراسل صحفي، اشتهر بتغطيته لأحداث أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي. أهم المناصب اللي شغلها جمال خاشقجي خلال حياته الصحفية وتاريخه الإعلامي، شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز في أواخر التسعينيات، عمل رئيسا لتحرير صحيفة الوطن سنة 2004 ومديرا عاما لقناة العرب الإخبارية عام 2015. عمل خاشقجي أيضا معلقا سياسيا ظهر في العديد من القنوات العربية. أيضا في 2 أكتوبر تشرين 2018 دخل خاشقجي مقر القنصلية السعودية ولم يخرج منها. عاش خاشقجي قبل اختفائه في المنفى الاختياري في أمريكا، وكان يكتب بعض المقالات في الواشنطن بوست. أما عن علاقته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عرف خاشقجي بانتقاده الحاد لآل سعود وعلى رأسهم بطبيعة الحال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واللي انتقد جمال خاشقجي السياسة التي يقوم بها ويتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وما يقوم به بخطط فاشلة من وجهة نظر الراحل جمال خاشقجي. إذن جمال خاشقجي الآن بعدما دخل القنصلية المفروض أنها المقر الآمن والمبنى الآمن والملاذ الآمن للأجانب في كل مكان في العالم، جمال خاشقجي ظن أنه يدخل مكان من أماكن بلاده أو غرفة من غرف بلاده أو بيت من بيوت بلاده، إلا أنهم كانوا يبيتون له غدرا. فكانت نهاية جمال خاشقجي بعد هذا السور الذي اكتسى بعد ذلك بصور جمال خاشقجي ووقف أمامه العشرات والآلاف يهتفون برحيل ويهتفون كذلك ضد محمد بن سلمان. لكن السؤال الآن، طالما أن جمال خاشقجي صحفي يعمل في الإعلام شغل بعض المناصب، ما هو خطورته على نظام محمد بن سلمان، ولماذا كان يرى محمد بن سلمان أن جمال خاشقجي خطر ولابد التخلص منه؟ خليني في الأول أقول لك أن جمال خاشقجي يتمتع بصفات الرجل صاحب الكاريزما أو صاحب العقلية التي يخاف منها الدكتاتور، فكان صوته بارز وصداه مسموع وقلمه عالمي. كان أيضا متسامح مع مخالفيه وأعدائه، لم يعادي جماعة الإخوان المسلمين، معارضته متوازية وحذرة ومصحوبة بالتأييد والنصح. كان مناصر للديمقراطية ومحب للربيع العربي، لم يقبل أن يكون معارضا بل ناصحا ومصححا لمسار الدولة. علاقاته عميقة مع الكثير من الشخصيات العالمية، يدافع عن المعتقلين ويؤمن بحرية الرأي. لحد هنا كده والكلام تمام، نحن نتحدث عن الصفات الشخصية لجمال خاشقجي الصحفي والإعلامي والكاتب والمفكر والسياسي السعودي.
الذي كان مقربا قبل محمد بن سلمان للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، ولكن مع انتقاد سياسة محمد بن سلمان تم إبعاده إلى المنفى الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الشيء الأخطر هو تخطيط الراحل جمال خاشقجي لإقامة ما يسمى بمنظمة داو إن. داو إن وهي كلمة مكونة من أربع حروف، حرف الدي وحرف الدي وحرف الاي، الدبليو والان، اختصارها ديمقراطية العالم العربي الآن. هذا المشروع الكبير اللي أعلن عنه الراحل جمال خاشقجي قبل شهور من اغتياله هو مشروع الخاشقجي الأخطر على ابن سلمان وعلى الأنظمة الفاشية في المنطقة العربية، سواء كان نظام ابن سلمان في السعودية أو نظام آل زايد في الإمارات، نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، نظام بشار الأسد في سوريا، والكثير من الأنظمة الفاشية في المنطقة العربية. هذه المجموعة أو هذه المنظمة تأسست في أحد الولايات الأمريكية في يناير 2018، يعني قبل 9 شهور من اغتيال خاشقجي. كان من المقرر أن يتولى جمال خاشقجي قيادة فرقة داو إن أو منظمة داو إن. قام خاشقجي برحلات إلى أوروبا للبحث عن ممولين خليجيين مغتربين. أما عن الأهداف المعلنة لهذه المنظمة فكانت تقديم رواية مضادة للعالم الغرب العربي والغرب المشككين في الربيع العربي، مراقبة التزام الحكومات الإقليمية بالقيم الديمقراطية وإصدار تقرير سنوي عن النتائج، الدفاع عن الحريات والديمقراطية في الشرق الأوسط، جمع الملفين المثقفين من العرب عقب ثورات الربيع العربي، الدفاع عن قادة المنظمات وصانعي السياسات والصحفيين ومراكز البحوث داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي. إذن هذه المنظمة وهذه الخطة التي كان يسعى لها محمد بن سلمان كان يسعى لها الراحل جمال خاشقجي كانت أهم أسباب اغتياله. أما عن الفريق الذي قام بهذه العملية البشعة ما سمي بفريق اغتيال الراحل والشهيد جمال خاشقجي، على رأسه بطبيعة الحال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو المشرف المباشر على اغتيال جمال خاشقجي. الشخص الثاني كان سعود القحطاني واللي قام بعملية استدراج جمال خاشقجي. الشخص الثالث هو ماهر المطرب القائد الميداني لعملية الاغتيال واللي نفذ وأشرف على عملية الاغتيال داخل مبنى القنصلية في اسطنبول. الشخص الرابع هو أحمد العسيري وهو مخطط العملية والفريق الاستخباراتي اللي قام بهذه العملية. أما عن الرجل الأشهر بعد محمد بن سلمان في هذه الجريمة البشعة فكان سعود القحطاني الذراع الأيمن لابن سلمان، واللي كشفت بعد كده النيابة العامة أن المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان ساهم في تزويد فريق اغتيال خاشقجي بمعلومات إعلامية فقط. طبعا للنيابة معلومات إعلامية فقط، بتحاول النيابة أنها تبرأ هذا الرجل. أما عن باقي الفريق واللي تكون من مجموعة من المتخصصين، بعضهم تخصص في العمليات الخاصة والآخر تخصص في الكيمياء وطمس الأدلة، وبعضهم كذلك متخصص في الاستخبارات، والبعض متخصص في اللوجستيات، والبعض متخصص في التخفي والإعلام، وتم نشر أسمائهم وفضحهم على وسائل الإعلام العالمية والعربية، فيما لم يحدد حتى الآن مصير هذه الفرقة من الاغتيالات. أما عن ردود الفعل الدولية وقت اغتيال الصحفي جمال خاشقجي فاختلفت. بعضهم جاء من الدول العربية المتضامنة بطبيعة الحال مع ابن سلمان، لما نتكلم أكيد هنتكلم عن مصر والسعودية والإمارات. البعض الآخر جاء من الدول الغربية واللي تضمنت بطبيعة الحال مع الراحل جمال خاشقجي. خلينا نبدأ كده بالإمارات، واللي قالت أشادت الإمارات بتوجيهات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي. البحرين أيضا أشادت بقرارات الملك سلمان لإرساء العدل وكشف الحقائق. أما مصر فقالت إجراءات السعودية بقضية خاشقجي تقطع الطرق لتسييسها. ده كان كلام العرب بطبيعة الحال، الناس الموالية ورفاق المصالح مع محمد بن سلمان.
أما الردود الدولية خليني ناخد بعض منها. بريطانيا قالت أعلنت عن دراسة خطوات جديدة بعد إقرار السعودية بمقتل خاشقجي. ألمانيا رفضت الرواية السعودية. الأمم المتحدة أبدت انزعاجها الشديد. ترامب أفضل ألا تتضمن العقوبات إلغاء مبيعات الأسلحة. هنتكلم شوية بالتفصيل عن ترامب. مراسلون بلا حدود حذرت من مساومة الرياض في قضية خاشقجي. أسبانيا أعلنت أنها مستاءة. استراليا أعلنت عدم مشاركتها في مؤتمر دافوس الصحراء. هولندا دعت للمزيد من التحقيقات. بعض الأمريكان وأحد واحد من السيناتور براندو بول دعا الإدارة الأمريكية إلى وقف مبيعات الأسلحة. والرئيس التونسي السابق أو الأسبق المنصف المرزوقي قال هناك محاولة لإطماس جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ده كان هذه كانت ردود الفعل الدولية المعلنة. أما بطبيعة الحال عن الموقف الأمريكي واللي جاء مخيب لأمال الملايين في العالم لا سيما المظلومين في العالم أن أمريكا جاء الموقف بتاعها مدفوع الثمن بعد مليارات الملك سلمان ومحمد بن سلمان. ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه يريد تمييع القضية ولم يحرك ساكنة. التحقيقات في البداية بدأت أو اصطدمت بما يسمى باتفاقية فيينا الخاصة بالمؤسسات الدبلوماسية داخل الدول الخارجية واللي منعت بطبيعة الحال دخول فريق التحقيق التركي إلا بعد موافقة الحكومة السعودية وأن المباني تتمتع بحصانة والأشخاص يتمتعون بحصانة وكذلك منع القبض على المبعوثين مبعوثي الدولة السعودية إبان وجودهم داخل السفارة السعودية. أما عن النيابة العامة السعودية ف طلعت مجموعة من التصاريح أو مجموعة من البيانات المتتالية رآها البعض أنها لا تفي بالغرض وأنها ليست على مستوى الحدث. منها جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية ومن ثم تم نقلها خارج القنصلية. تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي استلم جثة خاشقجي. من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي في إسطنبول. ده كان كلام النائب العام السعودي بعد ما جه اسطنبول بطبيعة الحال وأخذ عشرات الكيلوات من المكسرات والحلويات في اسطنبول وكأنه كان جاي في نزهة. هذه البيانات أو هذا البيان الرسمي عن النيابة السعودية خرج على الرغم من الأخطاء الكثيرة اللي ارتكبها فريق التحقيق واللي اكتشفها العالم كله مش بس الحكومة التركية ولا الحكومة السعودية. منها دخولهم إلى تركيا على شكل مجموعتين وبشكل لافت ومريب. دخلوا كلهم في نفس الوقت على مجموعتين. غادر أيضا الفريق على متن طائرة خاصة وبصورة علنية. غادر الفريق تركيا خلال أقل من 24 ساعة. أغفل الفريق وجود كاميرات المراقبة التركية التي رصدت تحركاتهم. تنقلوا باستخدام سيارة خاصة بالقنصلية. عطلوا الكاميرات. اختاروا أشخاص مكشوفين. لم ينتبهوا لوجود خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز خارج القنصلية. اختاروا أشخاص مقربين من محمد بن سلمان ضمن الفريق. أخيرا دخول الفريق لتركيا باستخدام جوازات سفر حقيقية. دي الأسباب أو بعض الأخطاء اللي وقع فيها فريق الاغتيال واللي خلاهم مفضوحين بطبيعة الحال قدام الصحافة التركية والصحافة العالمية. أما الجانب التركي فتفاعل مع القضية بشكل كبير جدا من أول يوم. الصحافة التركية والإعلام التركي وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاعلوا مع القضية لا سيما وأن القضية أو حادثة الاغتيال حصلت على الأرض التركية وفي وجود خطيبة جمال خاشقجي التركية خديجة جنكيز. أما قادة المعارضة في تركيا أيضا تفاعلوا بشكل كبير وواسع جدا مع قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. منهم مثلا تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولة بهاتشلي واللي وقف قلبا وقالبا مع الحكومة التركية ومع قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال حتى لو غطت وسطرت السعودية على قضية خاشقجي
فأما الحقيقة ستخرج للعلن. قال أخيرا السعودية لم تكشف عن المسؤولين عن الجريمة لأن هذا لا يخدم مصالحها. أما في مع حلول الذكرى الأولى لاغتيال خاشقجي حاول محمد بن سلمان أنه هو يحسن صورته قبل أيام في لقاء مع واحدة من أشهر القنوات العالمية وبرنامج من أشهر البرامج العالمية وهو برنامج 60 دقيقة اللي فضح قبل كده الرئيس أو الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي. محمد بن سلمان أيضا خرج مع هذا البرنامج في رسالة أو في محاولة لتبييض وشه قبل الذكرى السنوية، لكن المذيعة والصحفية نوارة أدونيل اللي قدمت البرنامج خرجت محمد بن سلمان بطريقة حقيقية جدا وفضحت محمد بن سلمان بطريقة مهنية ومشينة، ذكرت فيها بعض الجرائم اللي عملها محمد بن سلمان وقام بإنكارها بطبيعة الحال بطريقة هزلية جدا. خلينا كده نشوف هذا الجزء من برنامج 60 دقيقة واللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال تحديدا من الصحفية عن مقتل جمال خاشقجي. نتابع. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? بلا شك لا. Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia, especially since it was committed by individuals working for the Saudi government. كثير من التبريرات وكثير من الكلام الذي لم ينطلي على أحد قاله محمد بن سلمان خلال هذا اللقاء. أما الجانب التركي واللي مازال حتى الآن يصعد ويطالب بالكشف عن المرتكب هذه الجريمة وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذكرى اغتيال خاشقجي. تركيا تصعد من جديد وتطالب بمحاكمة من قام باغتيال خاشقجي. قبل ساعات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح وقال السعي لعدم بقاء الجناه دون عقاب دين علينا لعائلة جمال خاشقجي. قال اغتيال خاشقجي مثير للقلق بسبب بعد القضية الإنسانية واستغلال مبدأ الحصانة الدبلوماسية. أخيرا أردوغان قال نتعهد بمواصلة بذل الجهود في المرحلة المقبلة لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي. أما زوجة أو خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز قالت البحث عن العدالة لخاشقجي مستمر ولم يفوت الأوان. لم تتخذ حتى الآن أي خطوة مادية واحدة لمعاقبة الجناه. السعودية تحاول حجب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. فيما تم تدشين هاشتاج خلال الساعات اللي فاتت يعبر عن أو يحيي ذكرى وفاة الراحل جمال خاشقجي، هذا الهاشتاج تحت عنوان ذكرى رحيل جمال خاشقجي. أما الناشطة اليمنية توكل كرمان كتبت مقال أمس على الواشنطن بوست قالت فيه نحن بحاجة إلى العدالة لليمن وإلى العدالة لخاشقجي.